ودي اعرف وش السر، ليش ابوي معز اليم من اللي نفسه ومعي قاسي؟ ما في سر ولا شيء، المحبة من الله. وليه يحبس انتي اكثر؟ لانك درج ما تعرف تتعامل معه. انا درج؟ انا درج؟ ايه درج، اذا تبغى تتقرب له خلي يشوف منك شيء لطيف كل يوم، وهو داخل وهو طالع، ومع الوقت بتشوف شلون تغير. يلا ورا ورا، روح روح كمان، بس ستوب. اتحداك البراد البطلة. اسمع، ابيك تحط البرادة هنا جنب الباب علشان ابوي اذا دخل واذا طلع يشوفه ويدعي لي. بابا انت عايز؟ لا ابوي اسمع علي. انا يقصد هو في موت ولا في عايز؟ هي الله يحفظه، حي حي ما مات. اوه انا في سوي غلط، هذا مشكلة. أنا في يكتب هذا عن مرحوم علي بن عمر، إيش مشكلة رهن؟ كيف أسوي؟ مهبول أنت، الحين أبوي بدل ما يدعي لي يدعي علي. إيش سوي رهن؟ خلاص خلي الموضوع علي. هاي يبا، وش رأيك في البرادة؟ ما شاء الله، زين ما سويت وانا ابوك. الله يكتب اجرنا واجرك. يعني حبيت الفكره؟ اي بالله حبيتها. طيب واللي جاب الفكره حبيته؟ عجيب والله، تبي تموتني وانا حي؟ لا بس هذا خطا مطبعي. خطا مطبعي، شيل اللوحه وخلي البراده واذلف. ابشر ابشر صديق. أتقر أنقص أصان يبضع أنا صغل سباكة، أصان زيب موية بارد، أصان نفر فيه يسرب موية، يقول الله يخلي نفر يركب برادة. عامر يا عامر، عامر سم يبا. وش هالصوت؟ دريل. ها خرجت الجار؟ ايه خرجته علشان مد مويه البراده. الله لا يصابه ولا يعطي عدوك عافيه. شيل البراده، ما بي براده ولا بيك شيء. الحين انا اروح مكه وادعي له واحط له براده علشان الاجر، وبالاخير يدعي علي. صاحي انت، انت ارتكبت خطا عظيم. الجدار هذا شيء مهم عند الشيبان. لا سمع صوت الدريل بالبيت سوى استنفار. سنين هو يبني هالجدار، تجي انت خارق ابو دريل. طيب في اين البرادة؟ اسكت لعامر، يحط حرته كلها فيك. يا عامر يا حبيبي، ابي افهم شيء واحد، انت ليش مشكل عمرك وتسوي كل ذا؟ ابي ابوي مثل ابوك، ودي احس انه يحبني. تصدق بعض الاحيان ودي اقول له خليك مثل ابو ياسر. تصدق فكرة حلوة. ما بقول انت، والله لو كل ابوي كذا يطردني من البيت. لا 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 يا عامر، بنلمح له، بنجي انا وابوي عندكم في البيت بنتقهوى وبنسوي قدامه تطبيق عملي، بس بتلميحه. والله فكرة. أبوي سم يبا آمرني. أبشر أبشر أجيب خبز. طب مفروض ولا؟ جاء القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. سم يبا عطى الضيوف لأبو. سمي عم. تسلم عم. شلونك ابو عامر؟ بخير الله يعطيك العافيه. اقعدوا. سم حبيبي. تسلم يبا. المفروض هو اللي يعطيك. انا وياسر ما نختلف، احنا اصدقاء، وانا ما مارس عليه سلطه الاب. ترى مو هو دايم بعض الاحيان. الله يصلحه ويخليه لك. ياسر علمه غانم. حتى عامر ما شاء الله عليه، حب ريح وشكرتي. عامر الله يصلحه. مرة يصلحها أو 20 مرة يخربها، رابع عن ضبطي. هي زي ريحة ذا الورد. أم عامر خل عن سد بيحة، أنا اللي بطبخها اليوم. أنت اللي بتطبخين؟ إيه أنا اللي بطبخ. غريبة، عارف عمي ما تحب الطبخ. عاد ذا الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة تهبل تهبل.
انت رجال كفو يا ابو عامر، والحضيضه اللي يناسبك تصير خال عياله، وانا اليوم جايك اخطب اختك حصه على سنه الله ورسوله. ساعه البركه، الراي الاول والاخير لاختي، خلي اشاورها وارد لك. والله اني كنت حاس، اجل جايب ذبيحه وورد مسوي بتضبط نفسك، انا ماني موافق، وبقول لهم انك عصبي وانك قعيطي، وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، انت تدري اني ارمل، حالتي حاله، وبيلي مرت انت اسند انتالي عمري، يا بعد حي خلك محضر خير. اجل اسمع، اجار الاستراحه لمده سنه مجانا. تم. وكهرب ومويه عليك. تم. وذبيحه كل شهر للاستراحه. تم تم. سلامات وراك تصيح، الحين تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله، انت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا اخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبه العافيه، انا والله بعد عندي تكلمت زينه، وبعد انت خصص الكلمه، وانت رايج الاول والاخير. عسى خير يا اخوي. ابو عبيد يبي القرب منا ويبي الزوج سلمه. يا اخوي الراي الاول والاخير لك، وحنا لازم نسال عنه. ما يحتاج تسالون عنه، كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشمي. اجي توكلنا على الله. قام يا واد بدري عليك تفوز. العب العب العب. يا عيال عندي لكم مفاجأة البطلة. ايه زي ما حسي غيرك. الاستراحة لمدة سنة مجانا. هيا عمر. هيا عمر. هيا عمر. هيا عمر. هيا عمر. واطرخوا الماء والكهرب مجانا. بطاطا بطاطا. بطاطا بطاطا. عمر بطاطا. عمر بطاطا. ايوه. وش تبون بعد؟ ذبيحة كل شهر. لحظة لحظة، أنت تتكلم جد ولا تسوقها علينا؟ ورع أنت ورع، أسخر عيالك أنا، أنا ما أكذب. يا عيال، عمتي تزوجت أبو عبيد وأعطيته شروطي ووافق عليها. كلا والله. صبوا لي فنجان عال العال، عقب الغاضي لا تغسلونا. يا لا 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 لا، عقب الغاضي لا تغسلونا. قالوا يا لا 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 لا. يا عيال من قلب بلاستيشن قدام. تعال تعال، انت جيت بس انا برشلونه. شلونك يا ابو عبيد؟ يا عجب يا عجب، وش هالدلع وش هالغنج؟ اجلك اليوم بغيتي تمسحين بوجهي يا زفل. هذا كول الله يهديك، حنا الحين حبايب. أنا اليوم جاي أرتب أمور إرسنا، وبعدين إن بغيتي الحفل بقاعة ولا بفندق، لو تبين بعد موض يجيبه جبته. عطى جوه. وشو هالكلايف هذه كلها والخساير؟ أنت ما شاء الله رجال بخير وعندك استراحات، نخلي عرسنا بالاستراحة في قسم للرجال وقسم للحريم، وهالمبالغ هذه اللي بتصرفها عطنيها فوق مهري. تم يا خروف. وبيك بعد تعزم البنات مساكين، دام انهم عطوك الاستراحة خلهم يجون يستانسون. هنعزم البنات ونعزم الشباب بعد. اقول والله ما تغطى بالزمزمية زين الأول. بس حكم شك جبهات حكيم. حكمك بدق خشمة. بدر عليك يا ورع جلدهم. أقول يا شباب، من بيخاوني الملعب بكرة؟ أنا. وأنا يعني أصفط لي أنا وياكم ثلاث تذاكر. عفا عليك، اليوم بجدهم بالبلوت وبكرة بنجلدهم بالملعب. عز يا ملال عز. ورقة يلا تبي ربع لك بعد تبطي والله. أرخم ألعب هاص. ما لقيت أي حجز، لا درجة ضيافة ولا درجة أولى. أقرب حجز مؤكد بعد أسبوع، والتذكرة الواحدة 4000. الله الله الله،
أنا وأمك في ما تلعب؟ لا والله، نركب سيارتنا ونروح طريق البر، نمشي على هون ونتفرج وناخذ عمره ونرجع بالسلامة إن شاء الله. زين أجل، خلوا عامر يوديكم، ما عنده لا شغل ولا مشغلة. شورن طيب، أجل أجهز شنط. السلام عليكم. عليكم السلام. جاوبك الله يا ولدي. أبيك باسر الصبح إن شاء الله تودينا أنا وأمك نأخذ عمره وترجعنا بالسلامة. أم عاد بكرة. إيه باسر وش عندك؟ لا بس قصيت تذاكر مباراة الهلال ومواعد العيال، بنروح نشوف هناك. ورا ما علمتوني. وش نعلمك؟ من أنت عشان نسألك ونأخذ منك رأي. لا لا يبا ما أقصد، بس خلوها بعد بكرة ولا بعده. خير إن شاء الله. وديت جوالي للصيانة؟ أوه يا الله نسيته يمه. والله إني دارية ما مك فايدة لو إنه جوالك كان ما نسيته. إيه نسيت جوال أمك والتذاكر ما نسيت. وش فيها هيبة يعني الواحد ما ينسى؟ خلاص بكرة صلحه. أنت ما منك رجع، كل ما طلب منك شيء جوابك بسنة. كيف ما مني رجع وأنا اللي ودي وأجيب؟ هذا جزاتي يبا. أها ترفع صوتك علي بعد. أنت غبي؟ ليش نسيت صلح جوال أمي؟ أقول اسكتي، لا حتحرتي كلها فيكي. شوفي يا معامل، لا يضيق صدرك ولا شيء، جهزي شنطتك وأغراضك وبكرة إن شاء الله الصبح وتوجهين لمك. لا يا أبو عامر، الطريق طويل وتعب عليك، نخليها مرة ثانية، نشوف لنا تذاكر أرخص ونروح طيارة. أنا قلت بكرة نمشي يعني بكرة نمشي، تراني بعد شبابي ولا عند الشك فيني. خذي وانا بوت هذه دراه، اصرفوا منها لما نجي وانتبهوا لنفسكم. الله يطول بعمرك يبا، ما قصرت، توصلهم بالسلامة. الله يسلمك، بس ها ما وصيكي على أخوك سليمان، وذكري الثور اللي نايم فوق يودي جوالي للمصلح، الله يهديه ويسامحه، ما معنى إلا جوال أبوكي. يا بنت الحلال جوال واحد يكفينا. ولا تنسون تدعوا لي في الاختبارات. أكيد بدعي لك يا أمي أكيد، وإن شاء الله المرة الجاية تكون معنا وتدعي لنفسك قدام الكعبة. أخص طالبين بيتزا، وين أبوي أمي؟ راحوا. وين راحوا؟ وينترلاند. استهبل يا بزر، يعني وين راحوا؟ راحوا مكة يعتمروا. هي صح. جوال أمي مقفل. شكلك توك ما صح صح يا حبيبي، نسيت أنك ما رحت صلحت جوال أمي وأنها زعلانة عليك. إيه ترى أمي قالت ذكري الثور اللي نايم فوق يصلح جوالي، وترى صديقتي اليوم بتجي لا تدرعم. ماني بفضيلس لا أنت ولا صديقتس، عندي مباراة الزعيم اليوم. أحسن أنت. نعم مشيت ويبا. أجل نحتريك. إيه مشينا. إيه بس أنا كنت بقول لكم يعني بتطمن يعني. أمان الله، خلني أنتبه للطريق لا يصورني ساهر. سمسم أبشر. الوالد زبد له. لا تضحك لا الحين أصف. لا تضحك لا تضحكين. لا قاعد تكتب انت المعادله الكيميائيه. يلا يلا مشينا الحين نطبقها. بسم الله الرحمن الرحيم.
ابوي الساعة 6 الصباح ما خلصنا من اختراعك الخردة، الطلاب حييجوا. يا حيال اصبروا، خمس دقايق وتكون النتيجة جاهزة وندخل التاريخ كلنا. أنا لا تحطون اسمي معاكم، لأنه أبوي لو عرف إني أنا اللي دخلتكم المختبر راح يضربني. وكفاية يا عامر إنك بتدفع الإيجار حق الاستراحة لمدة سنة قدام. وكل يوم تضربيني على أي شيء، ترى هذه ما هي بحياة. المدير المدير طلعنا برا. هي يا عيال ما بقى شيء على الاختراع، وراكم انتم. غز في الاختراع، بنروح فيها لو اتفسكنا. يا عيال زبلنا. هيا هيا. ليه حياتي؟ ليه كذا؟ ليه ما عاد خليتي لي قيمه؟ تمدين يدك علي قدام عيالي؟ حرام عليك، حتى قدام الشغاله ضربتيني. ليه مسوي قدامنا قوي وقدام زوجته دجاجه؟ كفته الحين في باب ثاني غير ذاك الباب؟ ياوا بس مقفل ومفتاح ومعايا. لا لا لا، اذا على مفاتيحك ذي اسلم نفسي ولا ادور فيها. خلاص يا حياتي، خلاص انا برجع، بس بشرط ما تمدين يدك علي مره ثانيه. خلاص؟ لا قولي وعد، احلفي. خلاص طيب، يلا مع السلامه حياتي. هلا حبيبتي. قلبي لا، انت رجعتي في كلامك مره ثانيه. لا كذا خلاص، ماني براجع البيت ويمكن انوم في المدرسه بعد. لا يلا مع السلامة. هذولي منهم؟ هذول اخواني. وانت من انت؟ كفته. يا كفته هد اخوانك، خلهم يهدون. هيا اهدوا، هيا روحوا، هيا اجلسوا. ابوي يبغاك، يقول ما شافك من امس، وينك يا سرسري؟ اقول لكم يا جماعه، خلوكم هنا وانا بروح عند ابويا اشوف ايش يبغى. يا عيال وش العلم الحين؟ يا حبيبي ترى الساعة 6 الحين، خل نفقع قبل ما يجون الطلاب. ما نبغى أطفال وقروشة، خل نمشي. يلا مشينا. يا أخي ذا الفيلم رهيب. إي والله. إيه أسمع أنت وهو، متبلغ عني؟ بلغ طز، الموضوع وصل هنا. الرجال بيزوجني أبوه، مجنون أنت؟ عامر، سمعت إيش يقول؟ يا حبيبي أجل جيب الفلوس اللي عليك. النشبة دايبي. الو، اي شركة السلع للخادمات. هلا يا خالة، سمي امريني. تبين خدامتين؟ ابشر بعزس. متى تبينهم؟ خلاص اوكي، حضروا لس بكرة. ارسلي الموقع. مع السلامة. يا عمي سري لك، ماني متحرك اي مكان. غبي انت غبي، الطلبات كثرت. بعدين لو انك موظف ما تجيب الفلوس ذي. اسمع يا شكش، نبي نعطيك 30% من الدخل، وش قلت؟ 50% ما تنقص ريال واحد، ولا بطلنا. شوف الطماع. خلاص يا بزر، 50% لا تصجنا. انت بزر، طرق. خلاص اوكي لا تهايط. بس في مشكلة الحين. وش هي؟ الحرمة طالبة شغالتين. طيب شلون بتدبر هذي؟ ها؟ ابد، خلى الموضوع علي. هذول الشغالتين اللي طلبتهم من أحسن الشغالات اللي عندنا، الأخت سيلانية وهذه أندلسية. كم هير قدامي؟ كم هير أنت قدامي؟ الله بالمعاملة الطيب، وأنا أخوك. هذول جايين متغربات ويترزقون الله، وأمانة بعناقنا. هالحين أنت وراسك جاي تعلمني المعاملة الحسنة والكلام الفاضي؟ وصلتهم عندي هنا، اقلب وجهك أنت وياها. يلا قدامي عند الوالدة، يلا. كم هير؟ اسمع،
ما أبيك ولا تتكلم ولا كلمة ياوا عشان ما تنكبنا ياوا خلك أطرم ياوا خلك أطرم ياوا أقول لك خلك أطرم ياوا ياوا خلك أطرم أقول لك شو اسمك أنتي؟ أنا ويري وأنتي وش اسمك؟ وراك ما تجاوبين طرم أنتي ولا وش قصتك؟ ماما هذا مسكين ما بي اسمه ما بي كلام هو صغير تيهو فوق راسه شجرة هذا النتيجة يا ساتر الله يشافيها ويعافيها طيب أبغاكم تغسلون هالمواعين هذه كلها وتغسلونها زين ها؟ هي شكلها شاطرة وسنة هذي أقول تعرفين تسوين جريش؟ ماما هذا ما بي كلام أنا ما في معلوم جريش معلوم هذا منتو فربوزة يقوموش حركات السلام عليكم عليكم السلام شلون ام اسفر بخير يا يمه عازم لي رجال من اخوياي عزيز على قلبي لا القهوه ولا الغداء ولا اوصيك يا ام اسفر ما بذيك الجريشه وذيك الكبيسه اللي ما عاد وراها يا يمه الله يحييه يا يمه وهالحين بسوي لك القهوه والغداء هذا ولا باين عليهم وان امك ما عندهم دبره خلهم بس ينظفون ويغسلوا لي هالمواعين ومن تجهز القهوه بيجيبونها لك للمجلس الله يا ستر لا يجيبون فينا العيد بس تبي الصدق ما توقعت ان بزنس الشغالات يطلع فلوس كذا بصراحة مشروع بطل عفو عليك انا افكر اذا زاد الطلب اجيب من سريلانكا سلامات يا ابوي شكلك ناوي تستقدم شغالات جد لا ما يحتاج انت وصالح موجودين ابلش امسكي امسكي امسك انت الثانية يلا روحوا ودوا المجلس تحركوا اوكي ماما ما مطلعين تفلتري لا اله الا الله ما شاء الله حياك الله والله يا ملا الله يبيك بيت اخوك ويا مرحبا الكلب يا طال عمرك والله الساعة المباركة الله حياك الله يا ملا يا مرحبا ابكم 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 اللي جايبي عند ابوي احد ما خدامه طلع رجال انت متاكد ان هذا رجال اي والله رجال ياوا انا رجال ليه ما ملينا عينك يا فضحك فضحا يا مسفر انا ولدك يا ابوي ادخل رجال في البيت انتم شفتوا اللي صار باستراحتنا اليوم باختصار الناس ودها تعيش اجواء كاس العالم حنا نزين لهم نزين مهرجان مشجعين شاشة ومشاريب وكراسي والتذاكر بخمسين ريال وعليكم الحسبة طيب حنا وش مهمتنا بالضبط؟ نوزع المهام بناتنا وقوم تعاونوا ما ذلوا باختصار ناس بالفعاليات وناس منهوبوا بيع التذاكر وناس بالتنظيم والأرباح نقسمها بين استراحتين تم؟ تم شكرا مرحبا أخوي سلام عليكم وعليكم السلام هنا عندنا منطقة الشالات والأعلام ومن ناحية المشروبات لا تشيل هم جايب لك أحلى مشروبات من كيان كافيه كيان في كل مكان وكل زمان وهنا بعد عندنا خدمة الرسم على الوجه أقول لك يا أستاذة تقدر ترسمي على خدي اليمين كنو وعلى خدي اليسار العويس وعلى جبهتي سالم ما تبيني أرسم الحكم على خشمك؟ يا كابتن بتنزل تشكيلة المنتخب كلها على وجهك تراها كلها شخطتين أخضر وأبيض عشان تشجع بس هلا صالح هلا جيتكم للصراحة وما حصلتكم يوم سألت عنكم قالوا مسويين مشروع هنا إيه مزينين مشروع مشاهدة مباريات انقد أفا تدفع أخوياك والضيوف فلوس وين كرام الضيف؟ ضيف بس راحة هنا مشروع تجاري بيزنس إز بيزنس كرة القدم للفقراء ما عادش يقدروك يا وينيس أين الهيبة يا وينيس؟ هقول دافلك بلا هيبة بلا خرابيط بس خل هذا موضوع عندي أنا أوريك ألو وزارة التجارة إيه لا بس حبيت أبلغ عن مشروع تجاري غير مرخص إيه يلا جاي أكلمكم شوي إيش تبلغ ما تبلغ أنت ما يمزح معك ولا ادخل ببلاش ادخل إيه أدب تعال يا ونيس يلا يا كنو يلا يا أخي والله قهر
وش ذا الحارس؟ ذا جدار مو بآدمي. لا حارسهم طويل ما ينفع فيه إلا الشوتات الأرضية. مساء الفل للناس الكل. المنتخب السعودي مسيطر في أول ربع ساعة. نحتاج دعوات. نحتاج سكوتك. نحتاج سكوتك. تسوي طالع منها تحك دقنك علينا الحركات ذي قديمة. سكت خويك ولا طلعتك انت وياه. يوزع اوزع على جبهتك الان انت ونظاراتك ذي اللي كنا غطيان عسل. قرب يا ولد قرب قرب المشروبات حار بارد يا هو. شال شال اعلام شال شال اعلام. قرب على المشروبات يا هو. ايه يا اخي جيب واحد يسكت ذولي نبي نتابع مباراة. هي هي يا ابوي انتم باسطين اخر الشارع على فكرة تراهم يشوفونكم. اللي يبي يشتي بيجيكم. يا ابوي اطلع منا. صالح قال نسوي كذا عشان تزيد المبيعات. شال شال اعلام شال شال اعلام. انت بالذات لو ما تسكت خنكتك بذا العلم اللي معك. اهردوا عشان الزباين يرجعون ثاني مره. ليه البلاهي ليه؟ كله من ذولي. وش دخل ذولي؟ كله بخويك ذا اللي يسرق الجبنه الى حسه بياخذها ويحط نظارات. يا اخي قسم بالله المفروض فاول. شوفي كيف طيحها. قصر حسك فضحتينا. اسمه بلنتي بلنتي مو فاول. استغفر الله العظيم. المشكله تبون طيحين في الكوره. يا كفو كفو كفته اديها شويه صوت يجي احلى حماس مع الهدف. هو يعالج النتائج للأسباب. ارحم أمك رجع المباراة. شو ضاع دي؟ أنا قايل لك كله من ذا النحس. يا أبوي دزها الحين. وش تبيني أقول لأبوي لو سألني عن الفلوس اللي سحبتها؟ خلاص خلاص لا تصيح. ها أنا بضبط الموضوع. اهدى يلا يا شكوش. ترى 25,000 حقت نقل الكفالة اللي دفعها ياسر. شكرا. شكرا وش نستفيد من شكرا؟ الرجال موعده بشهرين اعطي فلوسه. يا ابوي انا من فين ادبر لك 25,000؟ اشتغل شغاله. اهدى اهدى من كذا. مسوي بتمسك علي السالفه. وهو صادق كفته. امي قبل يومين جابت شغاله اعطتها 400 ريال بثمان ساعات. واذا قلنا 400 في 30 هذه 12,000 في شهرين 24,000. اي بس باقي 1,000. مسامحه. كفو والله. هي انتوا مجانين ولا ايه؟ ايش الهرجه؟ ايه اذا تبيها جنان لا تنسى تراك على كفاتي وجوازك واقامتك عندي وفي اي وقت اسفرك خروج نهائي. يا ابوي ايش الهبل ده؟ بروح ابلغ الشرطه. راح بلغ تدل القسم. بس لا تنسى ان الرجال اللي دخلت عنده بالبيت شايف زوجته واذا درى انك رجال راح يذبحك. الله الله في الشغل السنع. لا تشيليني يا ماري. فشل عقلك يا فقي. أنا ماري. شوفي يا ماري اليوم حفلة تخرج شهودة وأبيك تجهزين. أوكي مادام. سالي. نعم مادام. تعالي شوفي ماري بتساعدك اليوم بالحفلة. Jadi orang gak seperti orang senegara sendiri. Uskut! Uskut ya enti! Itu oleh matbah! Kamu Indonesianya dari mana? Anti iskalam! Alhin enti! Men Indonesia! Mat arifin kalimat Indonesia! Ana mabi maklum Indonesia. Baba ana min Indonesia. Mama ana di Sri Lanka. Ana maklum Sri Lanki. Hey, maga kama anda tu pure? Hmm? Sri Lanka maga kama anda tu pure? Ana mami maklum Indonesia. Mami maklum Sri Lanka. Ana maklum Saudi. Hai, hayen.
اللي في جدر ما يطلعه إلا ملاس. مرحبا أخوي. إي نعم، معك شركة الصنعة. بكرة متوفر، وين موقعكم؟ المزحمية؟ مزحمية لا! مهبول أنت، المزحمية عندها تفتيش، وش فيك؟ خل الموضوع علي، اسكت أنت وياه. شوف أنا أخوك، إذا تبيها مع التوصيل ترى في رسوم زيادة، داخل الرياض ب 400 ريال، خارج الرياض مع التوصيل ب 1400 ريال. تجي تاخذها؟ خلاص أوكي، في انتظارك، فمان الله. مزحمية بعيد! والله اني ماخذها بعد خدمة الشاي في الديرة، ما عنده احد وانا مشغول في الرياض. اف عليك، ميري تعجبك، تطبخ، تنظف، تكنس، حتى كبار السن عنده خبرة معهم. لا وابشرك بعد، تعرف تطبخ ذبائح. ما شاء الله، هذا عز الطلب صدق. لا ما في طبخ ذبائح، اتفاق، كنس، نظف، بس. يصير خير يصير خير، ارتبي الحين ارتبي. يلا حيه، يلا مرحبا يا ابو مطرق، يلا حيه بكل بقايا المرحبة، حيه ودوم. ما شاء الله جايبينكم شغاله. اي والله يا اخوك، جبناها بهات خدمه الشايب ومن الشايب الحاله. انت متزوجه؟ ايوه انا زوج، بس زوج انا موت. والله ساعة الهدى، ورا ما تزوجون هالعود وتضمنون قعدتها معه. ابيها هذا اللي ناقص. قوم يا ولد. التطبيقات والله صارت الأغراض تجي لحالها. سكب خير ولا عمك. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات، وش عندك أنت؟ شكرا لك العافية. وش ذو الورد؟ هالورد نعطيه مع أول ذبيحة لأول زبون. بعدين الورد له عدة لغات، الأحمر الحب، والأبيض للنقاء، والأصفر للبهجة. أقول ليتك جايب جح أزين. ها؟ ليتك جايب جح أزين. عموما كثر الله خيرك، ما قصرت. عامر، أبيك تصوت لأبوك بسلم عليه. أبشر أبشر. وش ذا؟ هذه ذبيحة جايبها أبو عبيد. وش المناسبة؟ اليوم تهوشت معه أنا وعمتي وجايب الذبيحة رضاوة. عجيب والله. والورد لمين؟ أبو عبيد جايبها، مسوي حركات تسويق وكذا، يقول أول ذبيحة الأول زبون تيجي معها باقة ورد. ها أجل، وين راح أبو عبيد؟ وأنا ما قلته. أوف نسيته عند الباب. الله يحييك ابو عبيد، والساعة مبارك. الله يبارك في ايامك ويجعل بيتك معامر ان شاء الله. يا ابو عبيد ما فيه داعي للكلام هذه كلها، تجيب ذبيحه وين ضيفنا؟ يا بعد حي ابو عامر، ما من كلافي، عسى الله يجمعنا على خير وسعاده. اي والله فلو ما يضيعنا بحاجيك بوه. يا بعد حي، هي زي ريحه الورد. أم عامر خل عن سد ذبيحة، أنا اللي بطبخها اليوم. أنت اللي بتطبخين؟ إيه أنا اللي بطبخ. غريبة، أعرف عمتي ما تحب الطبخ. عاد الذبيحة بالذات أنا بطبخها اليوم وبزين لكم أحلى مقلقل. شوفي الورد يا زينة، شم الريحة، تهبل تهبل. أنت رجال كفو يا أبو عامر، والحضيضة اللي يناسبك تصير خال عياله، وأنا اليوم جاية كخطب أختك حصة على سنة الله ورسوله. ساعة المباركة، الرأي الأول والأخير لأختي
خلني أشاورها وأرد لك. والله أني كنت حاس. أجل جايب ذبيحة وورد مسوي بتضبط نفسك، أنا من موافق وبقول لهم أنك عصبي وأنك قعيطي، وش عندك؟ لا يا عامر يا بعد حي، أنت أدري أني أرمل حالتي حالة، وبيلي مرت أنت سند أنتالي عمري يا بعد حي، خلك محضر خير. أجل اسمع، أجار الاستراحة لمدة سنة مجانا تم، وكهرب وموية عليك تم، وذبيحة كل شهر للاستراحة تم تم سلامات. وراك تصيح الحين، تسمعك عمتي وتهون. ما شاء الله، انت تطبخين اليوم؟ عاد اليوم يا اخويا بزين لك ذاك العشاء اللي يحبه قلبك. حبه العافيه، انا والله بعد عندي تكليمه زينه، وبعد انت خصص الكلمه، وانت رايج الاول والاخير. عسى خير يا اخوي. ابو عبيد يبي القرب منا ويبي الزوج سلمه يا اخوي الراي الاول والاخير لك، وحنا لازم نسال عنه. ما يحتاج تسالون عنه، كريم، صنديد، شهم، كفو، مطلوخ، نشمي. اجي توكلنا على الله. وين الكرك اللي قلت لك عليه؟ هلا اهلين. معاك الاستاذ تركي. اهلا. من معي؟ منصور. مين منصور؟ هلا 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 منصور، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ طمني عن الوالد، ان شاء الله طيب. يا مال يسلمك، وشكور على الاتصال. لا 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 لا، الحق لك الحق لك يا منصور، انت المفروض اللي تشرفنا على العشاء عندنا في الاستراحه. لا يمكن لا يمكن، انسى انسى انسى. شوف 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 شوف، حنا طالبين مطبق موز على كيفك يحب قلبك. لا يا ابن الحلال، انا اللي ابيك تجي تشرفني في البيت، عازمك على الغداء، ابغاك بموضوع ضروري جدا. طيب عادي اجيب اخوياي معي؟ عادي، حياك الله انت، من يعز عليك. الله لا يحرمني. يا عيال، اللي اتصل علي هذا خوي كاش، ولد نعمة. من يخاويني؟ سلامات، وليه نروح معك؟ شحادين يا ابن الحلال، انت اول واحد اللي لازم يكون هناك. بعدين انا صراحة يعني استحي على حالي. بعدين ايش فيك انت؟ انت الفتى الذهبي اللي عز علي، وانا ما عز عليك. لا بس تعال، عمو يرحم امه خذني معاكم. ام عاد عمو، ما انت بشايف ملابسك اللي تفشل؟ انت ما لا داعي تتكلم ولا كلمة، ملابسك مقطعة وركبك ما ادري ايش. من زين جوك عاد، اساسا من قال اننا بنخاويكم؟ انا وشوكوش بنروح للتخصصي. يجي خذوني معاكم. حدد موقفك انت، تبي تروح معنا ولا معهم؟ معاكم. اي يعني معنا ولا معهم؟ معاكم. اي خلاص فهمت، يعني معنا. يلا. اي اوكي. يا هلا والله وسهلا فيكم، شرفتوا ونورتوا، اعذروني على قل الكلافه يا الربع. بس عاد يا اخي ليش تكلف على نفسك؟ كلفت كثير والله. لا والله الا هذا واجبكم واقل من واجبكم. الا اخوي تركي، ابي منك خدمه وادري انك قدها، واللي تطلبه امر سم. لا انا اكلم الاخ تركي الله يحفظك. انا اسمي عامر وبالانجليزي امر ان شاء الله. خويك خبيب دم، ذكرني اخذك معي السفره، والله انك ظريف. ابد متى ما بغيت ندزها الحين، ابد اللي تبي. اهدى اهدى شوي، ترى متفقين غدا بس. مش دخلني انا، هو اللي اختارني. وش اللي اختارك؟ هو مدرب المنتخب، هو هيرفي ليراند يختارك. هيرفي خذوني معاكم، انا انباه غير ايسر بدل ياسر شهراني. ترى يحسبك مطعم. ها كل 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 كل، لا ادبجك الحين كل ما شاء الله على الشله الفله، شكلي باخذكم كلكم. المهم يا الربع، خلونا في الجد، انا ابغاكم وبخدمه. شايف سعد؟ تبشر بالطيب، الوالد شوفت عينكم في زهايمر، والذاكرة عنده مشوشة شوي، وأنا بطلع لي سفرة شغل كم يوم وبرجع، فأنا أبغاكم تفزعون لي هالفزعة، أبغاكم تدارونه وتراعونه لين أرجع. أنا أشوف، أنا قطعت قلبي. أنا قايل لك من ذاك اليوم إني أول ما شفت أبوك ذكرني بأبوي الله يرحمه. طيب عنده شغالة ما يحتاج نقعد معه.
عنده شغالة، بس الشغالة ما تقدر على فصلاته، أنا جايبها للنفخ والطبخ وإنها تهتم فيه وتنظيفه، لكن الفصلات الثانية ما يقواها إلا شرواكم، وكل واحد منكم أبرصه بخمسة آلاف ريال. خمسة آلاف ريال؟ خمسة آلاف ريال؟ خمسة آلاف، خمسة آلاف ريال ينطحر يعني. صدق عاد، أنا من يوم ما شفت أبوك وقلبي جاء قشعريرة يا أخي، أحس إن أبوك يقرب لي. معلش يا أخ منصور، كيف ناخذ فلوس من أبوك؟ إحنا نهتم فيه وإحنا ما نبغى إلا الأجر. علي الطلاق. عليك الطلاق، تاكل تبن وتسكت يا وجه الفلس. معناته اتفقنا. اوف 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 اوف، اتحداك السيارة البطلة. هلا بالحمر، هذه سيارات؟ لا، هذه سيارة الوالد، وما يحب يطلع مشاوير الا فيها، يعني شفته متكدر، زعلان، متضايق، خذوه فيها. ايش هذه السيارة القرنبع؟ القرنبع انت، هذه سيارة صنف ومخزنة. مالها الا ناسها بس، كنا الكبوت برشوش على خفيف. ايه يعني ارباقاتها طالعه يا سطل. لا تشارك بالحلال، هذه ما يطلع لها ارباقات، هذه دج خياش على طول. هي الخسرانه يا كفته، خسرانه طيبه قلبك وحنيك. أقول لا تقعد تدعس لبس يا ابن الحلال، شايف وجهه يا ياسر؟ أترك الرجال في حاله، اللي فيه كافيه، ترى ربي ابتليك في عيالك. قال الله ولا فالك، تخيل بس، اللي تعال كفتة، كم واحدة شفتها شوفة شرعية وانحاشت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، 14. تبي نصيحتي يا كفتة؟ سو عملية تجميل، يمكن تزين أمورك. احنا اخوياك، يلا يلا متقبلينك. اقول لك ياسر، انت اللي بالك عملت تجميل في اخلاقك اللي زي الزفت هذه. كفه تنمر على الرجال. ددير بد ددير بد دربد دربد. اوف 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 اوف، وراك تبكي يا كفته. يبكي لان البنت اللي خطبها كرشته عقب ما شافت وجهه. يا اخي اسد يا ياسر، تراك ثقلت على الرجال. كفته تعال ابيك. وين تاخذه؟ تخطب ولا بعد؟ ما هو بشغلك. ترى من الحين أقولك لا تتعب نفسك، بيكرشونك إذا شافوه. وش تبغى فيني يا عامل؟ خليني في حالي. أصبر يا كفتة، لا تصيح يا أخي، عيب عليك. أنا ما بيك تصيح، أبيك تعطر، تضبط أمورك، أوكي؟ يا لبي، أحبك يا كفتة. وأنا أحبك يا عامر. اسمع، أبيك تدخل وتجلس جنب ياسر، ها؟ أوكي؟ لا تصيح، مسح دموعك. يلا. شاطر. يلا انبسط استانس، ها؟ ها آه، لا الحين صامل تبغى تتزوج يا الشبهة. يا لبيه يا لبيه. ايش بك؟ انت احسن واحد شفته بحياتي يا كفتة. ابد يا كفتة، اطمخ اي واحدة تبيها، انت اشر بس قل ابي ذي ونجيبها لك. هاي فوابيه. أنا مستعد يا كفتة أعطيك أختي، ولنا الشرف إننا الناس بقى حبيبي. لا لا لا، لا يكون أختك وجهها طويل مثل وجهك. حقك حقك يا كفتة، بينك وبينها الشوف الشرعية، عجبتك خذها، ما عجبتك دزها. عامر إيش الأرجع؟ وش أنت مزين يا عامر؟ بعدين بعدين أعلمك. تعال أبي أعرف وش كثر مشتاق لي أبيك، كثر صبري كثر ما تطري علي. تعال أنا منتظر، تعال يا بعد روحي وكل ناسي وهلي. أبي أعرف هذا؟ إي نعم أنا. هيا هيا يا روحي، هيا تعالي قربي، راح تعرفي كل شيء. هيا. ترى هو شكله كذا من بعيد، بس إذا قربتي وش زينه وش حلاته. تعال. عيونك القتالة موافقة. ياوا، وضبطتها بربع تولة، وضبطت أمورة زواجها اليوم سريع سريع. من هو ويباع العطر ذا؟ علمن. اي والله يا أخي علمن. قل لنا من فين تشتري البورفيوم الخطير هذا؟ قل لنا بلاش حسد. تخبي على ود عمك سنعا. أقول مهبول أنت، هذا العطر الوحيد اللي في العالم ما يملكه إلا أنا.
بيت جاهز يا روحي. وجايب الفطور لين عندي. الزواج مشاركة. طيب وده الماسك ليه الحين على وجهك؟ الإرشادات بتقول ربع ساعة بس وجهي يبغاله 24 ساعة بس عشانك يا بيبي بشله. والله يعني معذور صراحة، شارب لك قهوة واكل لك فطاير وعصير وفصفص وجح، خلاص من ذا ما هو بمعدة. يا عيال من اليوم ورايح ما حاك شوت إلا مع بنات، شوف العيشة كيف في قلبك، مو زي كشتتنا رز محروق وفيه تراب. عقب هالشبعة تجي أحلى نوم. أبلش يا عيال، اللي فيه ذاك وش اسمه وين يسويه؟ المشكلة الحين حنا في وسط الشارع وحوالينا كلها بيوت. دبر نفسك يا بوي. قريبة عامر ما قال لنا بيكشف اليوم؟ اي والله، والغريب اكثر ان ملابسه نظيفة وما شم ريحة حطب. طيب إذا مالي خاطر خذ بخاطر طيبتي حق. سلامات ليشبكم. عشان هذه خنفسانة. الحمد لله والشكر، أنا الحين كنت عقرب ولا داب أدرى خنفسانة. ما تخوف فاتت. مطلة على البحر. ألو، ها وينك بالحلال؟ أخلص تعال، لو جاي مشي أنا جيت أسرع منك. أسمع، زي ما تفهمت أنا وياك تجي تصف جنبنا بالضبط. ايه جبت عدد سياكل يكفي؟ طيب اسمع جيب بسكوتها، يمكن ما يعرفون يسوقون سياكل هذولي. يلا خلاص طس يا بالحلال. يلا خلاص يا بنت الحلال، تقطع جلد اسمك كثر ما تفركين ذا اليد. والله يا بنات لو انكم مكاني لتسوون اكثر. يا ما كل ما تخيل هذا الموقف من هلمستني والله تجيني قشعريرة. صبي. من زمان ودي أجرب، إيش رأيكم بنات؟ يلا 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 مشينا. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بكم الأجار؟ النص ساعة بمية. لا 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 وش اللي النص ساعة بمية صاحة أنت وجهك؟ هذولي جيراننا أصدقائنا يعزون علينا. أقل من كذا خسارة. أسمع بس مني، إيش فيك أنت؟ كل واحدة عطها الساعة 180 ريال. يلا. لا يا ابوي، ما بحق شيلها وحطتها ودورتها في الشوارع. الحلال مشي عشان خاطري عشان خاطري. إذا مو عشان شيء ترى عشان خاطرك. يا الله يا تركي، قاعد تحرجنا مرة. شكرا. شكرا لكم أنتم. أنت من وين جاي؟ من الكشتة. وين رايح؟ راجع للكشتة. وظهر من كل ذا المشوار؟ الكشتة قريبة قطع الشارع. عجيب والله، كشتة بنات. وشو؟
بنين بن بن بنبان بنبان كشتتنا ببنبان تعرفها يبا كلنا كاشتين ببنبان. هاي عامر بطاقية خلصت الكشتة؟ إيه خلصت روح بيتكم حمام 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 حمام. أوه حمام حمام بنبان إذا سألك أبوي قل له كاشتين ببنبان. هذه يبيلها خبرة. شو عرفك أنت؟ شف أبعطيك حصة حصة وشلون تاكل البسكوت بالشاهي. أول شيء تدخلها 1 2 3 تقلبها تدخلها بالفرن. سهلة يا أخي صعبة كل ما أحطها تذوب. إيه يبيلك وقت شوي شوي تتعلم. ها كذا شف 1 2 3 قلبها 1 2 3 كذا ممتاز. قلب بنت تصير فرف. بسم الله على بنتي. هذا كله من القهوة السوداء اللي تشربها ليل ونهار. يا بنت الحلال هي قهوة. أقول قلب بنت وعقلها موب معها. شكل واحد معلقها ولعب عليها. أمس تصيح من فيلم رومانسي واليوم تضحك وتبوسم ما أدري من تسولف معه. وشو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هذا اللي ما حسبنا حسابه. اسمعي. لا تسوين فيها شيء وتتهورين. أبي تراقبينها من بعيد لبعيد ثم عاد لا مسكتي عليها شيء. أبي ترنينها رن. ما عندنا بنات يغازلون هذا اللي ناقص بعد. شوفي شوفي تضحك. بسم الله وش فيس تسمين؟ شايف تنجني؟ لا بس خوفتيني بشوي شفتح الباب. لا خوفتك ولا شيء. أنت اللي متوترة ما أدري وش عندك. مو بمتوترة ولا شيء بس الناس تطقون الباب قبل لا يدخلون. والله ما بقلل بزارين يعلمونا شلون نفتح الباب. أقول قومي وخلي عنس الجوال نحط العشاء لأم تبوت. ملزقت نوجس بذا الجوال 24 ساعة. هذا بدل ما تقولين أبنزل أسولف مع أمي أسولف مع عمتي أجيب لهم شاهي أجيب لهم قهوة ما أدري وش عندس. قلازقت أنا بذا الغرفة ما تبين تطلعين. أمشي قدامي أمشي إن شاء الله. نوف اوف 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 من مسوي الكبسة؟ انا اليوم اللي مزينة الكبسة. كفو يا عمة. ايش رايك بكبستي يا خيي؟ ممتازة ولذيذة. لو انا معامر. معامر معامر سم وين اسم؟ انا قلت ماني باكل لما تجي. ما شاء الله بعد ما اكلت 3 لقمات الغالي. الحلال قاعد اذوقه اشوفه زين ولا لا. اخي لا تخرب الرومانسية. تحب تخرب انت؟ ما يصير عامر اذا ما خربها. تعشوا انتم جعله بالعافية. أنا مالي نفس أطلع برا أشم هوا. كان لزمت عليها يبا مو بشغلك. يعني إحساسي كان في محلة. خبرتي ما تروح أبث. المشكلة إنها بنتي أعرفها وأعرف شلون مربيتها. ليتني ما شفت هالرسالة.
يا حبيبتي الأهالي يربون والجوالات تخرب، بس أنا بعرف شلون أحل المشكلة. هلا، على وين إن شاء الله؟ شلون على وين؟ راح الجامعة. عمتك تقصد، متى محاضراتك؟ إيه من 11 إلى 3. ليه في شيء؟ لأنه أنا محتاج السواق عندي. لا خلاص أنا بوصلها اليوم، شو رأيك؟ جوي أجل قهوتك على حسابي. زين بروح أجيب عباتي. يلا. كيف حالك؟ في البداية وبعد ما استعدينا لرحلة الهايكينج نبدأ بأول الفعاليات اللي هي استكشاف المنطقة. تفضل. ليه ملبستنا هاللبس كنا حلاقين؟ خلاص انتو يا خلاص خلاص اوكي، بس وشو العجلة؟ خل ريح ابو ساعة بعدين ندزها. بما انك انضميت لرحلة الهايكينج تلتزم بالجدول كامل. شكلها نايمة بعد العشاء ذي. وش قلت؟ اقول لي يلا مشينا مشينا يا عيال مشينا. يلا وين تبي نروح؟ بس ندفع عشان نجي ونشقى انفسنا. يا اخ كفته، من مبادرات البرنامج المحافظه على نظافه البيئه، عشان كذا ابي منكم كلكم وخلال نص ساعه تنظفون المكان هذا من الزباله عشان ننقذ البيئه. اما عاد ننقذ البيئه ليش؟ ما تعرف تسبح. وش تقصد؟ لا ما اقصد، بس انا شايفس ما ادري وين 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 يا ايه عرفت شايفس بسوق طيبه. كله من ياسر هايكينج هايكينج، لو انك كاشتين ارحم لنا يا ابوي. اعتقد انه زبط الطلعة دي لما نعرف انه فيها بنات يحب يتمالح. وراك دعست على البيئة. اسف يا ابوي. وخر وخر خلنا ننقذها. مرة شكرا ياسر. ايش دعوة ما سويت الا الواجب يا شيخة، لو تبيني أضف حصل بر كل اللي ضفيته عشانك. يوم ولا الدرجة عاد. خمس دقايق وبالمكان كله نظيف. أوه ابتسامات. إيش فيك يا حبيبتي؟ أنت فاهمة غلط. ولا شيء، خلنا نرجع من هالرحلة الزبالة اللي جبتني لها ويحلها حلال، ولا في أحد صاحي يجيب زوجته بشهر العسل هالأماكن؟ الحين احنا بكل هدوء وانتباه بنطلع على هذيك التلة. يا استاذة الله يطول عمرك، وش هو له التعب والشقاء؟ ليش نطلع هذه التلة؟ طيب نطمح نروح ذيك التلة احسن لها مستوية. هو صادق هذا مستوي، نقدر نمشي معه. استح على وجهك انت وياه، البنات ما اشتكوا، انتم تشتكون؟ وهي صادقة، استح على وجهك يا اخي، البنات ما اشتكوا. قلبت علي؟ اكيد. وصلنا لمرحلة الالتقاء بالطبيعة لطرد الطاقة السلبية عن طريق حضن الأشجار. سلامات أحضن أشجارة، مهبول أنا أحضن كفتة ولا أحضن أشجارة. تحضنها وانت ما تشوف الدرب. أسمي أبشر أبشر. معليش يا حبيبتي أغار على زوجي ولا أرضى. واو شكرا حبي. معاد واو راح فيها شيء بتعرعر. عاد من زينة عشان تغار عليه. يا ليلة أبو لمبة
بدا شغل الكبوس ذا. اي احد ما يلتزم بالبرنامج راح يستبعد، فاهمين؟ كراسي ولا حركة لمدة 5 دقائق. أبيكم تحسوا بالطبيعة، حسوا فيها. أنا حسيت بالشوك يا أستاذة.